بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الدرس الأول الخاص بالدارات الحسابية البسيطة أنجزنا داراتي نصف الجامع والجامع الكامل، وخلال هذا الدرس سننجز إن شاء الله مخططي نصف الطرح والطرح الكامل. وعملية الطرح الخاصة بنصف الطرح تكون بين عددين بأم بيت، أي ببيت واحد، وهذه العملية تكون مماثلة لعملية الطرح العشوري في الحالات اللي يكون فيها بي يساوي أ أو بي أقل من أ، فصفر ناقص صفر يساوي صفر والمحتفظ به صفر، واحد ناقص صفر يساوي واحد والمحتفظ به صفر، وواحد ناقص واحد يساوي صفر والمحتفظ به صفر. أما إذا كان بي أكبر من أ فنعود ونذكر بعملية الطرح العشوري. فإذا كان عندنا 15 مثلا ناقص 9، فخمسة ناقص 9 غير ممكن، نسلف واحد، ولكن في الحقيقة استلفنا 10 وليس واحد، لأن العدد الكلي سيصبح 15، وهذا لأن أساس العد في هذا النظام هو 10. نفس الشيء في الثنائي، فإذا كان لدينا مثلا 10 ناقص 1 وصفر ناقص 1 لا يمكن، إذن نستلف الواحد. وبما أن أساس العد في هذا النظام هو 2 و10 في الثنائي توافق 2، إذن 2 ناقص 1 يساوي 1، والواحد الذي تم استلافه والذي يجب إعادته بإنزاله وإدخاله في عملية الطرح نسميه محتفظ به، وفي هذه الحالة 1 ناقص 1 يساوي 0. فعشرة في الثنائي توافق 2 في العشوري، واثنين ناقص 1 يساوي 1، ومنه فإن 0 ناقص 1 يساوي 1 والمحتفظ به 1. إذن 0 ناقص 1 يساوي 1 والمحتفظ به 1. ومنه فإن معادلة الصفر تساوي أ بار بي أو أ بي بار، وأ بار بي أو أ بي بار تساوي أ أو استبعادي بي. أما معادلة سي صفر فتساوي أ بار بي، وهاتين المعادلتين لا تختلفان عن معادلتي نصف الجامع إلا في كون سي صفر يساوي أ بار بي عوض أ بي. ومنه فإن المدخل أ للبوابة AND يكون منفي، فأ صفر يساوي أ صفر أو استبعادي بي صفر، وسي صفر يساوي نفي أ وبي صفر. في الوضعية الابتدائية أ صفر يساوي صفر، بي صفر يساوي صفر، وصفر ناقص صفر يساوي صفر والمحتفظ به صفر. الوضعية الثانية أ يساوي صفر وبي يساوي واحد، وصفر ناقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد. الحالة الثالثة أ يساوي واحد ب يساوي صفر، وواحد ناقص صفر يساوي واحد والمحتفظ به صفر، وأخيرا أ يساوي واحد ب يساوي واحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر والمحتفظ به صفر. بعد إنشاء المخطط المنطقي لنصف الطرح سننشئ في البداية جدول الحقيقة ثم استخراج المعادلة وأخيرا أرسم المخطط المنطقي للطرح الكامل. والفرق بين نصف الطرح والطرح الكامل هو أنه في الطرح الكامل يؤخذ بعين الاعتبار بالمحتفظ به من العملية السابقة، وهذه العمليات المنجزة هي للتوفيقات التي تكون فيها عملية الطرح مماثلة لعملية الطرح في العشوري. فمثلا صفر ناقص صفر ناقص صفر يساوي صفر والمحتفظ به صفر، واحد ناقص صفر ناقص صفر يساوي واحد والمحتفظ به صفر، واحد ناقص واحد ناقص صفر يساوي صفر والمحتفظ به صفر، واحد ناقص صفر ناقص واحد يساوي صفر والمحتفظ به صفر. أما صفر ناقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد ناقص صفر، فتبقى النتيجة بدون تغيير. صفر ناقص صفر يساوي صفر، ناقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد.
صفر ناقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد، ناقص واحد يساوي صفر والمحتفظ به واحد. واحد ناقص واحد يساوي صفر، وصفر ناقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد. وأس واحد يساوي، وإذا عوضنا هذه الحروف على التوالي بأ بي سي، فإن أس واحد يساوي أ بي بار سي بار، أو أ بار بي سي بار، أو أ بار بي بار سي، أو أ بي سي. والملاحظ أن هذه المعادلة المحصل عليها هي نفس المعادلة التي تحصلنا عليها في الجامع الكامل. ومنه فإننا سنحصل على نفس النتيجة النهائية، أي أس واحد يساوي أ واحد أو استبعادي ب واحد أو استبعادي سي صفر. أما السي واحد فتساوي أ بار ب سي بار، أو أ بار ب بار سي، أو أ بار ب سي، أو أ ب سي. وبإخراج أ بار ب كعامل مشترك ثم السي للطرف الثاني كعامل مشترك، نحصل على أ بار ب جداء منطقي سي بار أو سي، أو سي جداء منطقي أ بار ب بار أو أ ب. مع السي بار أو سي يساوي واحد، و أ بار ب بار أو أ ب يساوي نفي أ أو استبعاد ب. وبتعويض أ بأ واحد، ب ب واحد، و سي بسي صفر، تصبح المعادلة سي واحد تساوي نفي أ واحد في ب واحد، أو سي صفر جدا منطقي نفي أ واحد أو استبعادي ب واحد. ومن خلال هاتين المعادلتين نستنتج أن المخطط المنطقي للطرح لا يختلف عن المخطط المنطقي للجامع إلا بإضافة بوابتي نفي في أحد مدخلي البوابتين AND. وأس واحد يساوي أ واحد أو استبعادي ب واحد أو استبعادي سي صفر، والسي واحد يساوي نفي أ واحد أو استبعادي ب واحد و سي صفر، أو نفي أ واحد و ب واحد. إذن للتحقق من جدول الحقيقة نستعمل هذا المخطط المنطقي، حيث المخرج أس واحد يساوي أ واحد أو استبعادي ب واحد أو استبعادي سي صفر، والدارة الثانية المتكونة من بوابتي نفي، بوابتين AND وبوابة OR، تمثل معادلة المخرج سي أن. في التوفيقة الأولى عندنا أ واحد ب واحد سي واحد موضوعين في الصفر منطقي، ومنه فإن حاصل عملية الطرح أس واحد تساوي صفر، والمحتفظ به يساوي صفر. أ واحد يساوي واحد، أس واحد يساوي واحد، والمحتفظ به يساوي صفر. ب واحد يساوي واحد، إذن صفر ناقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد ناقص صفر، والنتيجة تبقى أس واحد يساوي واحد وسي واحد يساوي واحد. التوفيقة الرابعة أ واحد يساوي واحد ب واحد يساوي واحد. وبما أن أ واحد يساوي واحد ب واحد يساوي واحد وواحد ناقص واحد يساوي صفر، إذن أس واحد يساوي صفر والمحتفظ به يساوي صفر. التوفيقة الموالية أ واحد يساوي صفر، ب واحد يساوي صفر، والسي صفر يساوي واحد. وصفر ناقص صفر يساوي صفر، وصفر ناقص واحد يساوي واحد، والمحتفظ به واحد. التوفيقة السادسة أ واحد يساوي واحد، والسي صفر يساوي واحد. واحد ناقص صفر يساوي واحد، ناقص واحد يساوي صفر، والمحتفظ به صفر. التوفيقة السابعة ب واحد يساوي واحد، والسي صفر
يساوي واحد، والصفر ناقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد، ناقص واحد يساوي صفر والمحتفظ به واحد، والتوفيق الأخيرة أ واحد يساوي واحد، ب واحد يساوي واحد، س صفر يساوي واحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر، صفر ناقص واحد يساوي واحد، والمحتفظ به واحد. إذا المخطط المنطقي اللي إنشأناه والموافق لهذا الجدول صحيح، لكن ولإنشاء طرح بأربعة بيت مثلا فلازم نعرف أنه لا توجد دارة تسمح بإنشاء مثل هذا الطرح. فلإنشاء الجامع بكات بيت استعملنا السيركوي انتيغري 74-83، ومثل هذا السيركوي لإنشاء الطرح غير موجود. والوحدة الحسابية والمنطقية أي اليونيتي أريتميتيكي لوجيك والمقررة في البرنامج في الثلاثي الثالث، وهذه الوحدة اللي تكون في البروسيسور تقوم بعملية الجمع مباشرة، لكن عملية الطرح تنجز بطريقة غير مباشرة. وعليه فإننا في الدرس القادم إن شاء الله سنتعرف على كيفية إنشاء الطرح مع بعض التمارين التطبيقية. وإلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.